جمالك من الطبيعة يقدم لكم من طرف ناتوري سوان ناتوري سوان لا بوتي او نعم فالغليسيرين هذه المادة اللي كنلقاوها بزاف في المنتوجات التجميلية والغليسيرين بزاف ديال الناس كيسمعوا بالغليسيرين غليسيرين ما كيعرفوش شناهي. غليسيرين عبارة على واحد المادة كنجبدوها يا اما من الدهون ديال الحيوانات او من الدهون ديال النباتات. وبطريقة اللي كتكون في مختبرات خاصة. وهذا الغليسيرين اجود الانواع ديالها هي الجليسيرين النباتي. وردوا لها البال والجليسيرين النباتي ضروري اننا نأخذها من البلاصه اللي كتكون مرخصه يا اما من الصيدليات يا اما من شبه الصيدليات يعني الباغا لان في الاسواق كاينه جليسيرين كيميائيه وهذيك الجليسيرين كيميائية خطيره على البشره ديالنا الفوائد ديال الجليسيرين الطبيعي النباتي انه كيرد لنا الماء اللي كيمشي من البشره ديالنا وكذلك كيعطينا واحد الوقايه كبيره للبشره ديالنا ضد اشعه الشمس ضد التلوث او ضد بعض المواد الكيماويه اللي كنديروها على البشره ديالنا والجليسيرين كذلك كتساعد آه سهوله مرور بزاف ديال الكريمات اللي كنكونوا كنديروا البشره ديالنا مرطبه او كذلك بعض الزيوت الطبيعيه اللي كنديروا البشره ديالنا اليوم غنقترح عليكم ماسك مرطب ومبيد للبشره بالجليسيرين اذا ناخذوا في هذا الماسك هذا غادي ناخذوا معلقه صغيره ديال الجليسيرين وغادي ناخدو جوج معالق كبار ديال الياغورت الطبيعي غنخلطو هاد المكونات مزيان غندهنو بهم البشرة ديالنا غادي نخليهم مدة ديال نص ساعة أو كنغسلوه العملية غادي نديروها نهار إيه نهار لا أو كنداومو عليها مدة ديال شهرين وإن شاء الله غتحسو بواحد النضارة للبشرة ديالكم وغتحسو تا البشرة ديالكم ولات أه حيات من جديد جمالك من الطبيعة Nature et Nature -soir, la beauté au naturel.